مرحبا، معكم إبراهيم زوكا من فلوفلاي دوت كوم في هذا الدرس الجديد، والذي سنتعرف فيه على طريقة إضافة صندوق المتابعة عبر البريد الإلكتروني، وهو من أهم الأدوات أو إضافات بلوجر الضرورية التي يجب إضافتها لأي مدونة. علي، بالنسبة لأهمية هذه الأداة وكيفية استخدامها إلى غير ذلك، كتبت موضوع هنا، سأحاول أن أضع لكم رابط إلى هذا الموضوع في وصف الفيديو، بالإضافة بطبيعة الحال الموضوع كذلك يحتوي على الكود الذي سنستخدمه في إضافة هذه الأداة. أداة المتابعة عبر البريد هي يعني مثل هذه الأداة التي تشاهدونها هنا على مدونة فلفلاي، بحيث أن الزائر عندما يدخل المدونة يمكنه أن يكتب بريده الإلكتروني هنا، ثم ينقر على سجل أو متابعة لكي يتابع ما يتم نشره على المدونة عبر البريد الإلكتروني. وعندما يتم نشر موضوع جديد على المدونة، يتم إرسال يعني رسالة إشعار لهذا الزائر أو المتابع ليقوم بقراءة هذا الموضوع. بطبيعة الحال، لتفعيل خدمة المتابعة عبر البريد الإلكتروني يجب تفعيلها من feedburner.com، وهي خدمة خلاصات الخاصة بجوجل التي تستعمل في بلوجر، وقد قمت بشرحها سابقا، سأضع لكم رابط إليها كذلك، قمت بشرحها بالتفصيل في فيديو خاص بي، رأينا طريقة الحصول على يعني اسم عنوان ويب خاص بخلاصة فيد بيرنر، كذلك طريقة تهريب يعني تهريب رسالة التفعيل التي يتم إرسالها للزائر عندما يقوم بتسجيل بريده الإلكتروني. فالآن دعونا نرى كيفية إضافة يعني هذا الصندوق البريدي الذي سيبدو بهذا الشكل. فلدينا كود واحد فقط هنا سنقوم بنسخه، سنحاول أن نقوم بنسخ الكود كاملا طبعا كما تم شرحه هنا في المدونة. ثم سنذهب للمدونة التي نريد أن نضيف إليها يعني هذه الأداة، فسننقر على التخطيط، ثم سنحاول أن نضيف الأداة. طبعا بالنسبة لإضافة الأداة، لديكم مجموعة من الخيارات بحيث يمكنكم إضافتها، مثلا في الأعلى هنا أو على الجانب الأيسر في بداية الموضوع مثلا، أو في نهاية الموضوع هنا في الأسفل، أو حتى في الأسفل هنا في الفوتر. على أيين الأمكنة التي يعني يمكنكم استخدامها لجمع أكبر عدد ممكن المتابعين هي هذا المكان الذي وضعت فيه جوجل أدسنس هنا، يعني هذا الإعلان مثل هذا المكان، ثم يعني الجزء الأول من المربع الجانبي. لماذا؟ لأن هذه النقط يركز عليها الزائر كثيرا، كذلك يمكنكم إضافته في بداية الموضوع، فهذه الثلاثة أماكن هي التي يركز عليها الزائر كثيرا، يمكنكم إضافتها فيه للحصول على أكبر عدد ممكن من المتابعين. فبطبيعة الحال أنا قمت يعني بنسخ هذا الكود، يعني هذا الكود الموجود هنا، فقمنا بنسخه. الآن سنذهب للمدونة، كما قلت سنقر على التخطيط، وسنقر على إضافة أداة، ثم سنختار النوع هو HTML JavaScript، وسنضيف الأداة هنا. طبعا يمكنك إضافة العنوان أو يمكنك تركه فارغا، مثلا يمكنك إضافة انضم لقائمتنا البريدية، ثم تنقر على حفظ. سنعرض الآن المدونة، فكما تشاهدون تمت إضافة الأداة انضم لقائمتنا البريدية، ثم لدينا هذه الرسالة هنا، لا تنسى تفعيل الاشتراك بالنقل على رابط في رسالة ستتوصل بها مباشرة بعد التسجيل. إذا الزائر هنا عندما يكتب البريد الإلكتروني الخاص به، ثم ينقر على أرسل، سيتم فتح نافذة جديدة بحيث يطلب منه تأكيد التسجيل، وسيتم إرسال رسالة إليه، ونصبح Complete Subscription Request يعني لإنهاء التسجيل. بعد ذلك يتم إرسال رسالة للزائر ليقوم بتفعيل تسجيله في هذه يعني الخدمة البريدية. بالنسبة للتغييرات التي يمكنكم القيام بها هنا،
أنا شرحته هنا إلى ديك مجموعة من التغييرات. مثلا اللون الموجود هنا هو لون المربع، يعني دعونا نظهر المدونة هنا. فهذا اللون الموجود هنا هو لون هذا المربع الموجود هنا. دعونا نقوم بتعديله. فسنذهب لأداة هنا على مدونة فورفلاي، وهي أكواد الألوان. سنحاول أن نختار لون آخر. دعونا نختار لون يعني سنحاول أن نختار لون آخر، ثم سنقوم بنسخ هذا الكود كنترول سي بعد الحصول على يعني الكود الخاص باللون. فسنذهب الآن ل يعني التخطيط هنا، يعني نفس الأداة نفس الكود، سنقر على تعديل. ثم سنأتي للكود الأول هنا subscribe css، لدينا background هو اللون هنا، سنقوم بتعويض هذه الأرقام ثم حفظ. وبطبيعة الحال لو قمنا بتحديد يعني الصفحة هنا، ستلاحظون أنه تم تغيير اللون كما تشاهدون هنا. إذا كنت لا تريد هذا اللون، يمكنك بكل بساطة أن تقوم بحذفه. ستنقر على تعديل وستقوم ب يعني حذف هذا الجزء هنا background وتقوم بحذفه. فدعونا نقوم بحذفه هنا Ctrl X. ثم كما تشاهدون تم حذف اللون، أصبحت الآن المربع بهذا الشكل. الألوان الأخرى بطبيعة الحال لديكم لون المربع، لون زر الإرسال إلى غير ذلك، فكلها يمكنكم إيجادها في الكود الخاص بالأداة. دعونا فقط نقوم بنسخ كود الأداة تلاحظوا فقط يعني لأقوم بشرحها بالتفصيل. ف Ctrl C. سنحاول أن نعمل على Notepad++ لأن Notepad++ يقوم بتلوين يعني الـ Language HTML أجزاء. Ctrl V. إذن لدينا هنا الكود الخاص بالـ HTML وهو كود الأداة. لديكم العنوان، يمكنكم تعديله بأي شيء هنا، يعني هذا الجزء، كذلك هذه الفقرة يمكنكم تعديلها. ثم ستأتون إلى هنا، لديكم نوعين، لدينا background ونقصد به لون الخلفية، ثم لدينا background، ثم لدينا color نقصد به لون النص. يعني لدينا مثلا هنا background، فهنا مثلا هنا مثلا background هذا هو لون الخلفية، بينما هنا color هو لون النص. فكما قلت يمكنكم استعمال يعني أكواد الألوان هنا للحصول على الألوان التي تريدونها. طبعا بعد الحصول على اللون يمكنك التحكم في مستوى الضوء هنا كما تشاهدون. بعد الحصول على اللون الذي تريده، قم بنسخ هذا الكود، ثم ستأتي إلى هنا وتقوم بتعويضه. فتذكر فقط أنه background هو لون الخلفية، ثم color هو لون النص. بعد أن تقوم بتعديل الألوان فيمكنكم بعد ذلك حفظ التعديلات. هناك طريقة أخرى يمكنكم استعمالها، ستنقرون على يمين فأرة الحاسوب هنا Inspect، فدعونا مثلا نبدأ يعني بهذا الزر الموجود هنا. سأنقر على هذا السهم على يمين على يسار فأرة يعني على يسار الكونسول لوج الخاصة بجوجل كروم. سأنقر هنا على هذا الزر كما تشاهدون. هنا تم تحديد الزر، هنا كما تشاهدون أرسل تم تحديد الزر. فالباكجراوند كولور هو هذا اللون كما تشاهدون. فسأقوم بنسخه توصي. ثم سأذهب للتخطيط، سأنقر على الأداة هنا، ثم سأنقر هنا وسأبحث Ctrl F من لوحة المفاتيح. سأضع الكود الذي أردته هنا، كما تشاهدون تم تحديد اللون هنا. الآن سأعود للمدونة، سأختار لون آخر. دعونا نختار لون آخر هنا، مثلا أريد أن أختار اللون البرتقالي مثلا. بعد أن أجد اللون المناسب سأقوم بنسخ هذا الكود، وسأعود للأداة وأقوم بتعويضها هنا Ctrl V. كما تشاهدون قمت بتعويض اللون الذي بحثت عنه ثم حفظ. الآن لو قمنا بالتحديث، فالآن كما تشاهدون تم تغيير لون
الزر. فهناك يعني الكثير من الطرق التي يمكنكم استعمالها. على أي يمكنكم البحث على الإنترنت حول CSS والألوان إلى غير ذلك. ثم بعد يعني القيام بالتعديلات التي تحتاجونها فيمكنكم حفظ التغييرات. وإذا كنتم تريدون مثلا هنا هذا الجزء يعني تم تلوينه بهذا اللون، يكفي حذف اللون، يعني مثلا لديك color ثم لديك الكود الخاص باللون، إذا قمت بحذفه فسيتم يعني تلوينه باللون الأبيض. فأتمنى أن يكون هذا الدرس واضح. طبعا يعني بالنسبة لهذه الأكواد الموجودة هنا فسأترك لكم الروابط في وصف الفيديو، سأترك لكم رابط الذي توجد في هذه الأكواد، سأترك لكم كذلك رابط خاص بأكواد الألوان للحصول على الأكواد التي تريدونها، وكذلك رابط يعني الدرس الذي قمنا بشرح فيد برنر فيه. هناك أمر آخر مهم نسيت أن أشير إليه، وهو هنا كما تشاهدون يجب تغيير فولفولاي هنا باسم خلاصة فيد برنر الخاصة بكم. إذا لم تكنوا تعرفون كيفية الحصول على يعني اسم الخاص بخلاصة فيد برنر الخاصة بكم، على مرجو مراجعة هذا الدرس والذي شرحت فيه طريقة الحصول على اسم خاص لخلاصة فيد برنر. فلو دخلنا مثلا لفيد برنر ثم دخلنا لفولفولاي ثم edit feeds detail، ستلاحظون هنا أنه الاسم هنا feed address، لدينا هنا فولفولاي. فهذه هي الطريقة التي يمكنكم من خلالها الحصول على اسم خاص بحيث تكتبون أي شيء هنا. يمكن أن أضيف أي اسم آخر هنا أو تغيير الاسم. وكما قلت فقد قمت بشرح هذا الأمر في درس سابق، سأضع لكم رابط الوصف في الفيديو. فأتمنى أن يكون هذا الدرس واضح. للمزيد من الدروس يمكنكم دائما زيارة فولفولاي.com، وأراكم في درس آخر.